يقول لي أحد الأخوة سكنت في شقة في الرياض، سمعوا هذه القصة العجيبة، يقول وأنا في هذه العمارة تعرفت على كل الجيران إلا جار، أدور عليه بالنهار ما ألقاه، بالليل ما ألقاه، تعبني أبغى أتعرف عليه بس حتى الواحد يعني يكون علاقة مع الجيران ويتواصلون. يقول وبعدين يوم من الأيام كذا في وقت متأخر من الليل طرقت الباب، شفت إزعاج وكذا طرقت الباب، فتح الباب وإذا الرجال أجلكم الله في حالة سكر، قال الله جاري ويقع في السكر وأنا ما أدري عنه، مفروض هذا الإنسان كما الآن. شوفوا زي ما قلت لكم أحيانا أنت تتكلم مع واحد تسعد يمكن 20 واحد، الزوجة والأولاد والأب والأم، لا لا تظن أنك فقط أثرت على واحد، أنت أسعدت كل الموجودين، هذا غير رضا رب العالمين. وإذا رضي الله رفع الزلازل والبراكين والفيضانات وأنزل الرحمات والكرامات. فلذلك يا أخوة الكرام الدعوة إلى الله مو شخص أمامك، أنت أمامك أسرة كاملة، أمامك عالم كامل تدعوهم إلى الله عز وجل، أنت تدعو واحد. أكمل لكم هذا القصة، يقول فلما شفت الوضع ما يناسب قلت إن شاء الله أزورك في وقت آخر. يقول بعد فترة كذلك زرته، ففتح الرجل كان في غير حالة سكر لكن كان لبسه غير مناسب وكان ما يبغى يستقبلني، فقلت يا فلان أنا جارك في الدور الأرضي ومحبة في الله إحنا جيران نحب نزور بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جار، وأحببت أني أتعرف عليك، أنا فلان ابن فلان. قال حياك الله، ما عرف بنفسه ولا شيء ولا استقبلني. قلت إذا كان في فرصة أني أزورك فأعطني وقت أزورك. قال يا أخي لا تزورني ولا أزورك، أنت في طريق وأنا في طريق. ما أجمل الصراحة، جميلة لكن أنا ما نتحملها. قال له أنت في طريق وأنا في طريق. قال له يا أخي يعني بدر مني شيء. قال يا أخي أنا رجال مبلي بالشراب وأنت رجال مطوع مالك في الطريق هذا، وحنا يعني ما راح تعطيني جوي ولا راح تنبسط معي ولا راح انبسط معك. يقول فقلت له يا أخي الكريم إن زرتك أبد جيب الخمر وأنا بصب لك، أردت أن أضحكه. يقول فضحك وانبسط فانفتح إيش القلب. أحيانا بعض الناس بينك وبينه حاجز، فلما يراك إنسان متبسط إليه قال فانفتح قلبه، فيقول قال لي خلاص إن شاء الله نتزاور. يقول وبعدين فترة ما رأيته، فقلت لزوجتي اذهبي لزيارتهم في النهار. طرقت الزوجة حاولت أنها يعني تبين أنا جارتك فلانة كذا كذا، اقتنعت الزوجة دخلت البيت. جاءتني يقول زوجتي تبكي، قلت ايش فيك يا فلانة؟ قالت شقة كاملة بلا موكيت، ينامون على البلاط، أجلكم الله تقول الخمر في كل مكان في هذا البيت، أجلكم الله لا أريد أن أقززكم لكن يعني تقول حتى أوساخ الأولاد في كل مكان، يعني ما يشتري لهم حتى شيء يحفظ أوساخهم، والأم تلحق وراهم وتنظف. فيقول لما تكلمت معها وكذا قالت أنا محرجة وهذا بيتنا وإحنا عشان كذا ما نبغى ندخل أحد البيت ووضعنا سيء و يا فلانة إيش المشكلة؟ قالت زوجي هذا زوجي تزوجته والمسكين طلع مبلي بذا الخمر وأنا نجب فيها الأبناء، لكن الرجل صاد قلبه والله راتبه كله على المحرمات، يأتون الشباب في الليل ويسهرون معه، أحيانا تقول مرة من المرات بلغ بهم الحال إلى أنهم لما يعني زوجي وصل إلى الثمالة وغاب عن وعيه أنهم حاول يكسرون باب الصالة، فدخلت أنا وأطفالي في الغرفة وقفلنا الباب وهذا وضعنا، استرينا يا فلانة. يقول لما قالت لي زوجتي هذا قلت لا إله إلا الله، زي ما قلت لكم الدعوة ما فيها إصلاح إنسان، قلت أسرة كاملة الآن متدمرة، إنقاذهم ربما يكون بكلمة. يقول فرحت طرقت الباب على الرجل مرة ومرتين ثلاث لين يسر الله أني زرت. فقال يا أخي أنا قلت لك أنت في طريق والله ما بتنفعني ولا بستجيب لك، أنا خلاص مبلي. قلت يا أخي أرجوك بس أبغى أجلس معك. يقول جلست معه يقسم بالله، يقول والله ما زدت في كلامي عن أني عظمت الله، فقط مدحت رب العالمين، كبرت الله وقدست الله عظمته ورحمته وكرمه وعفوه وقربه ولطفه. يقول إذا بالرجل ينفجر بالبكاء، يقول هالكلام أنا ما قد سمعته ولا قد سمع أحد قال لي هالكلام، أنا ويني عن رب العالمين؟ تدرون إيش اللي صار؟ يقول لما أردت أن أخرج قال والله ما تطلع من البيت إلا تأخذني معك، إن تركتني جاءوا إلي رفقة السوء وضيعوني، وأنا الآن وجدت لذة في جلوسي معك، الآن ترجعني لأصحاب السوء والله أخرج معك.
يقول قلت له يا أخي وين أروح؟ أنا بروح لزوجتي وعيالي. قال والله تتركني، إن تركتني ضعت وأنا ضعيف. يقول فأخذته وقلت لبعض زملائي يا شباب أنا رايح مكة، فإذا أحد منكم بيروح معي. راحوا مكة، يقول والله رجعنا من مكة واليوم الثاني يعطينا قصته. إيش قصته؟ يقول لما جيت للبيت طرقت الباب، يقول فالزوجة تقول من عند الباب؟ قلت أنا فلان. قالت لا، فلان ما يطرق الباب، فلان يكسر الباب كسر. أنت من؟ تراني بتصل بالشرطة. قال والله يا فلانة إني فلان، زوجك فلان، أولادنا فلان وفلان، وبنتنا فلان. افتحي الباب يا بنت الأجوال. تقول يقول وفتحت لي الباب، يقول لما دخلت الله المستعان هربوا أولادي وراح الغرفة وقفلوا الباب. أب مجرم، شفت كيف؟ أحيانا احنا نقول لا الدعوة ذي ما بس تودي الواحد المسجد، هذه تنقذ بشر، تسعد عوائل وأسر. يقول وبعدين قلت يا زوجتي سامحيني، فسقطت المرأة تبكي. كيف أنت فلان المجرم هذا الوحش يقول سامحيني؟ يطلب السماح اللي كان معذبهم طول ذا السنين؟ يقول ثم قال قلت لزوجتي، يقول قلت لها الآن كيف أرجع لأولادي؟ فتحت الباب الغرفة وقالت أبوكم هذا واقتربوا منه. يقول والله إنهم خايفين، حتى بدأت أحتضنهم واحد واحد وأبكي، والأم تبكي والأولاد يبكون. كانت ليلة من أعجب ليالي حياتي كلها. بيش يا أخواني؟ جار يزور جاره، أنقذه وأنقذ الزوجة وأنقذ الأولاد. تخيلوا هذا الأب استمر على هذه الحياة، كيف سيكون الأبناء بكرة؟ عذاب، صح ولا لا؟ لن يجدوا حتى وقت للدراسة، ولن يوديهم المدارس، ولن يعتزون بوالدهم، ولن يخلونه يحضر مجلس الآباء. أنقذه بزيارة. والبعض منا للحين يقول يا أخي لا وش أسوي في هذا فلان؟ الجنة تبي والنار تبي. لكن يا أخواني ننظر للي وراه، كم إنسان وراه يحتاجون صراحة. لهذا يا أحباب الكرام الدعوة إلى الله عز وجل لها ثمار في الدنيا قبل الفوز بالآخرة. الداعي إلى الله عز وجل إذا مات صحيفته لا تغلق عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى فله من الأجر مثل أجر من تبعه. داعي يموت الروح نقبره الآن، وصلوات تدخل في قبره، وصيام يدخل في قبره، وحج يدخل في قبره. طيب مات هذا من وين تجيه الأعمال؟ دل ناس على هدى، كل أعمالهم تدخل عليه في قبره. لهذا يا أخوة الكرام شفتوا أعمالنا كل هذه؟ هذه تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو سبب إنقاذنا، هو اللي دعانا. ولذلك واحد من العلماء تعجب من شخص قال يا شيخ أنا أبغى أروح أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ولدي اعتمر عن نفسك، فإذا اعتمرت فهي في صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك أصلا ما عرفت الإسلام إلا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيا أخواني ثمار الدعوة لا تتوقف في الدنيا وفي الآخرة. الآن لو أقول واحد منكم